بعد ذلك في شهر شوال نفسه من السنة الثانية للهجرة جاءت أصح الروايات ولعلها أولاها قائلة، لأن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد بنى بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، لعل ذلك كان في أخريات شهر شوال، وبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك كان في بداية شهر ذي القعدة. جاء فيه أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بنى فيه، أي عرس فيه بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أصغر بناته كما تعلمون. في هذا العام، في العام الثاني للهجرة في شهر شوال، كان عمرها كما يقول أهل السير 18 عاما، فما كانت بالمرأة الكبيرة. وهكذا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في هذا العام يظهر أن سنه كان في حدود 25 سنة، فكان سنهما متقاربا، فبنى بها رضي الله تعالى عنها في هذه السنة في شهر شوال على أوجه الأقوال. وإلا فإن هناك أقوالا أخرى، فالحافظ بن عبد البر يقول بأن البناء بفاطمة من قبل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان بعد غزوة أحد، إلا أن هذا الرأي الذي يقول بأنه كان في شهر شوال أو في ذي القعدة لعله هو الرأي الأقرب إلى الصواب، فإن في حديث البخاري أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول بأنه كان له نصيب، كانت له شارف، الشارف هي الناقة المسنة، كانت له شارف أخذها من غنائم بدر، وأنه تواعد مع بني مع رجل من بني قينقاع، تواعد معه لأجل أن يذهب ليجني الإذخر، لأنه يريد أن يبيع ذلك، فببيعه للإذخر كان يريد أن يولم للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهو يقول بأن ذلك كان بعد أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشارف التي كانت من غنائم بدر، وكله يدلل على أن الأمر كان بعد بدر في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، وهذا أولى من أن يقال إن ذلك كان في السنة الثالثة بعد غزوة أحد. إذا الإمام علي بن أبي طالب بنى بها في هذا العام، اختلفوا في العقد عليها، متى عقد عليها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولكن لعل العقد عليها كان قبل عام من ذلك، أي في السنة الأولى للهجرة، إلا وبناؤه بها رضي الله تعالى عنها كان في السنة الثانية للهجرة في شهر شوال. السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه، وهي التي عبر عنها بأنها سيدة نساء العالمين، وعبر عنها وعن خديجة بنت خويلد أمها، وعن آسيا زوجة فرعون، وعن مريم بنت عمران بأنهن سيدات نساء أهل الجنة. فاطمة رضي الله تعالى عنها التي كان صلى الله عليه وسلم لا يحضر مجلسا وهي فيه إلا ويقوم ويقبلها في جبينها، فاطمة رضي الله تعالى عنها التي لا تحضر وهو جالس في مجلس رضي الله تعالى عنها إلا ويجعلها بجانبه صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله تعالى عنها التي تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بأنها ما رأت أحدا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أشبه به من السيدة فاطمة دلا وجمالا وحركة وقواما. ففاطمة كانت لها منزلة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البنت الصغيرة لخديجة كما تعلمون. تقدم لخطبتها مع هذه المنزلة لفاطمة، تقدم لخطبتها قبل الإمام علي بن أبي طالب اثنان من كبار صحابة رسول الله، بل من خيار الأمة كلها. قد جاء في الرواية على إسنادها حسن يحتج بها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا تقدم لخطبة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على هذه الخطبة، بل قال لهما إنها صغيرة،
إنها صغيرة، أنا ما وجدت تاريخا محددا لهذا التقدم من هذين الصحابيين الجليلين للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. هل كان هذا الأمر في مكة شرفها الله تعالى، أم كان هذا الأمر في المدينة المنورة؟ المهم أنهما تقدم إليها كما جاء في هذه الرواية، وإسنادها كما قلت لكم يمكن أن يحتج به. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه من تزويجه لفاطمة رضي الله تعالى عنها بأبي بكر وعمر، وقال لهما إنها صغيرة. وإن في هذا السياق تفيد التعليل، أي أنني أمتنع عن تزويجها لكونها صغيرة. لذلك علق السندي هنا في حواشيه على سنن النسائي، لأن الرواية هذه موجودة في سنن النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، ورواها غيرهم من أئمة الحديث. علق قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها صغيرة لأنه كلما تقارب السن كانت الحاجة أو أدعى إلى الألفة بين الزوجين. هذا الأمر علل به، إلا أننا لا يمكن أن نعلل بذلك مطلقا، ولا يمكننا أن نعلل بذلك وأن نقول إن هذه القاعدة مضطردة. فأمها خديجة رضي الله تعالى عنها كما تعلمون كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، وابنتها أم كلثوم ابنة فاطمة تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبينهما ما بينهما من الزمان. نعم، أم كلثوم ابنتها ابنة فاطمة، أختها أم كلثوم وابنتها أم كلثوم أيضا تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خطبها من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فأيضا بينهما من السن ما بينهما، السيدة فاطمة لها بنتان، لها زينب ولها أم كلثوم، لعلها سمت ابنتيها بهذين الاسمين نظرا لتقدم أختيها أيضا، فلها أختان فسمت ابنتيها بهذين الاسمين، لعلها سمتهما بهذين الاسمين مراعاة لأختيها السابقتين. المهم أنها قد زوجت، أن الإمام عليا زوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم كلثوم وكانت صغيرة، فكون الفارق في السن كبيرا لا يمنع من أن تكون هنالك ألفة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يدخرها للإمام علي بن أبي طالب، أو أن هناك شيئا من الوحي، أنا ما اطلعت على علة أخرى، إلا أنه قال لهما إنها صغيرة، أو أن هذا الأمر كان في مكة شرفها الله تعالى وفعلا كانت أسماء حينها صغيرة. أما السن الذي يزوجون فيه فما كانت هذه صغيرة، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الرواية عند الربيع وعند الشيخين وغيرهم أنها قد زوجت وهي بنت 7 سنين أو 6 سنين كما جاء في الرواية الأخرى. فهذا كله يفيد أنه كان متعارفا لديهم أن تزوج البنت في مثل هذا السن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن تزويجها لهذا السبب. إلى أن تقدم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعمره كان حينها 25 سنة كما ذكرنا. هذا العمر جعل بعض الأنصار يشير إلى الإمام علي بن أبي طالب بأن تقدم، قالوا له عندك فاطمة، لعله أراد أن يتقدم لغيرها أو نحو ذلك. المهم جاءت الرواية أيضا وإسنادها حسن، جاءت الرواية وفيها أن الأنصار، جماعة من الأنصار قالوا للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندك فاطمة، أي تقدم لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب الإمام علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن من يذهب ليخطب كما تعلمون يكون محرجا في ذلك الوقت ولا تكون لديه تلك الطلاقة، والأمر هنا ليس مع أي رجل وإنما مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابتدره صلى الله عليه وسلم بالحديث وقال له ما عندك يا ابن أبي طالب، ماذا تريد ابن أبي طالب، جئتني في هذا الوقت ماذا تريد؟ فقال له الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بأنني أريد فاطمة، إنني أريد فاطمة. فقال له صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا، فكأنه بذلك يقرر رضاه صلى الله عليه وسلم بهذا التزويج. وفعلا تزوج الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزواج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان رجلا ثريا وما كان رجلا ذا مال، بل هاجر من مكة شرفها الله تعالى، وأبو طالب كان رجلا فقيرا،
ولم يكن بين هجرته وبين زواجه أمد بعيد، لذلك فالرجل فقير وليس لديه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما الذي ستسوقه لها من مهر، لا بد لها من مهر. فقال ليس معي شيء يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم درعك الحطمية. الدرع الحطمية، هذه الحطمية هي نسبة، هنالك درع لأقوام كانت تسمى بهذا الاسم الحطمية. فقال له درعك الحطمية. فقال له عندي يا رسول الله. فقال له فأتيني بها، أي اجعل هذه الدرع صداقا للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفعلا كانت هذه الدرع هي صداق السيدة فاطمة. ومضى الحال إلى أن قرر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يبني بالسيدة فاطمة، أن يعرس بها، أن يجلبها إليه، وقد يسر الله تعالى له ذلك في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة كما تقدم. وبناؤه بها أيضا، في البناء بها قال له صلى الله عليه وسلم يا علي لابد للعرس من وليمة، أنه لا يمكن أن تعرس بها ولا وليمة تجعلها لهذا العرس لأجل أن يفرح الناس حولك يا علي. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يكن كما قلت رجلا غنيا، لذلك قام بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم وتبرعوا له بكبش لأجل أن يذبحه، وجمع له أنصار آخرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين أيضا، جمعوا له آصعا أي جمعا من الذرة لأجل أن يخلط ذلك مع اللحم. وفعلا قامت وليمتها رضي الله تعالى عنها بذلك، بأن ذبح لها كبش وجمع له آصع من الذرة، تبرع له بها بعض الصحابة. وفي ذلك كما ترون تعاون من المجتمع كله لأجل هذا الأمر ولأجل أن تكون هنالك وليمة، لأن الوليمة لا يقصد بها الأكل فقط، أنتم تعلمون أنه عقد زواج، وعقد الزواج في الشريعة يختلف عن السفاح. فالذي يفرق بين الزواج والسفاح أن الزواج يجتمع فيه الناس كلهم لأجل أن يحتفلوا بهذا الزواج الذي سيكون بإذن الله تعالى حصانة لهذين الزوجين، كما أنه سينتج للأمة رجالا لا بد من أن يربوا على أعين المجتمع. فهذا فرق بينهما. إذن اجتماعهم في الوليمة لهذا الأمر ما كان يراد منه لأجل أن تكون هنالك تكاليف في العرس أو نحو ذلك، لا، وإنما يراد منه اجتماع المسلمين وفرحهم جميعا بهذا الزواج حتى يشتهر الأمر. لذلك طلب منه صلى الله عليه وسلم الوليمة. قد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض صحابته أولم ولو بشاه، كما سيأتينا بإذن الله تعالى. فمعنى ذلك أن الوليمة لا بد منها. نعم، قال بعض أهل العلم بوجوبها ومنهم من قال بندبيتها، هذا له مجال آخر، المهم أنه أولم بها رضي الله تعالى عنها. وأنتم تعلمون أن العروس حينما تزف إلى زوجها لا بد من أن تكون بهيئة حسنة ولا بد من أن يكون لديها شيء من المتاع. لذلك جهز نبينا صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها بقطيفة، أي بثوب من صوف كما جاء في الرواية، كما أنه أعطاها قربة ماء، وأعطاها صلى الله عليه وسلم أيضا وسادة من أدم أي من جلد، وهي محشوة بالإذخر. الإذخر هو نبات يستفيد منه أهل مكة في تكفين موتاهم، كما أنه يجعلونه في سقوف بيوتهم، وكانت له رائحة طيبة. والإذخر حشيت به هذه الوسادة، فكان ذلك تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. فانتقلت فاطمة إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعاشت معه. بقيت فاطمة مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعاشت معه، ولم يتزوج عليها ولم يتسر عليها، أي لم يأخذ أي شيء من الإماء من السراري، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى إلا حادثة واحدة حصلت يوم فتح مكة. بعد أن فتحت مكة خطب الإمام علي بن أبي طالب. جاءت بعض الروايات أن أهل أبي جهل، أن أسرته، جاءوا الإمام علي بن أبي طالب وأرادوه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فخطبها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهذا يوم فتح مكة، أي أن كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم قد توفين في ذلك التاريخ، ولم يبق له صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة. فخطبها الإمام علي
وهي ابنة أبي جهل كما جاء في الرواية الصحيحة. خطبها فجاء الخبر إلى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بأن الإمام علي بن أبي طالب قد خطب بنت أبي جهل، فجاءت إلى أبيها شاكية زوجها. في هذا الموقف كما قلت لكم هو متأخر عند فتح يوم فتح مكة، فقالت له: يتحدث الناس أنك لا تغضب لبناتك. جاءت لأبيها، يعني هذه العبارة أرادت بها أن تثور عاطفة أبيها: يتحدث الناس أنك لا تغضب لبناتك، قد خطب علي بنت أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قام مغضبا كما جاء في الرواية والحديث صحيح، قام مغضبا وخطب خطبة صلى الله عليه وسلم في ذلك السياق. في هذه الخطبة ذكر أبا العاص بن الربيع زوج زينب، ذكره وقال بأنه قد وفى له ما وعد، أي أنه ما خانه في زينب ولم يقصر في حقها، وأنه قد أرسلها إليه بعد أن أخذوا عليه شرطا لأجل أن يفكوه من أسر المسلمين يوم بدر، ذكره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبي جهل، لا يمكن أن تجتمع هاتان المرأتان في عصمة رجل واحد. ثم ذكر في آخر الحديث بأن الإمام علي إما أن يطلق فاطمة وإما أن يترك بنت أبي جهل، لأنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مع رجل واحد. وجاء في بعض الروايات وهي صحيحة فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه خشي على ابنته فاطمة من أن تفتن في دينها لاجتماعها مع ضرة أخرى، وهذه الضرة ليست أي ضرة بل هي بنت أبي جهل، والأمر كما تعلمون عظيم، لأن أبا جهل كان أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي سيكون من فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما تجتمع مع بنت أبي جهل، إلا أن وفاء الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه واستماعه أيضا لنصح النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه بذلك جعله يعرض عن بنت أبي جهل ويترك الفكرة كلها ويبقى مع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج عليها كما قلت لكم إلا بعد أن توفيت رضي الله تعالى عنها، فبقي معها. الإمام علي بن أبي طالب في رحلته هذه مع السيدة فاطمة، وقد كانت رحلة يعني تجمعهما فيها العبادة لله سبحانه وتعالى والاجتماع أيضا على طاعة الله تعالى، وقد كان يصلح بينها وبين أمه فاطمة بنت أسد ابن هشام، وهي زوجة أبي طالب أم الإمام علي بن أبي طالب. فاطمة هذه كانت امرأة صالحة، هي زوجة أبي طالب كانت امرأة صالحة، جمع بينها وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووزع المهام رضي الله تعالى بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وبين أمه، لأجل أن لا يكون هنالك شيء من الخلاف. الأمور في داخل البيت تعتني بها فاطمة زوجته، والأمور في خارج البيت تعتني بها فاطمة أمه. وفاطمة أمه من خير نساء الصحابة، فقد كانت من أولى من هاجر، من أول من هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. جاء في بعض الروايات، وإن كانت هذه الرواية في إسنادها شيء، لأن ابن عبد البر قد ساقها، وجدت الذهبية في سير أعلام النبلاء يقول عنها بأنها غريبة. جاء فيها أنها حينما توفيت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، حينما توفيت رضي الله تعالى عنها نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، وأنه كساها قميصه صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية نفسها أنه اضطجع معها، لأنه بقي في القبر قليلا ثم قام، حتى سأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن علة ذلك، فقال له: إن فاطمة بنت أسد كانت أبر الناس بي بعد أبي طالب، كانت أرحم الناس وأرعاهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب. ونحن ذكرنا من قبل ما مواقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت امرأته فاطمة
هذه أيضا على المنوال نفسه، فكانت بارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من عهده كما ذكرنا من قبل إلا أنه يوفي صلى الله عليه وسلم بعهوده ويعرف للناس حقوقهم ولا ينكر جميلهم، كما ذكرنا قصصا عديدة. وهذه القصص أيضا إن صحت من القصص التي يمكن أن تضاف إلى هذا الجانب، فبقي معها. فقال بأنه كساها قميصه، وعلل ذلك بأنه عسى أن تكسى من حلل الجنة، وبقي معها، اضطجع معها في قبرها، وقال عسى أن يخفف عنها بهذا التصرف، عسى أن يخفف عنها رضي الله تعالى عنها. إلا أن الرواية كما قلت لكم ليست بذاك، فلا يمكننا أن نعول عليها كثيرا. فاطمة بنت أسد كانت سيرتها مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيرة صالحة، فما رأيت في شيء من الروايات أنه كان بينهما خلاف أو نزاع. بقيت فاطمة رضي الله تعالى عنها مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حياة كما قلت تملأها الطاعة. وبعد عام من زواجهما رزقا ابنهما الأول الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقد جاء في الرواية أنهم قد رزقا إياه بعد عام من بنائه بها. في السنة الثالثة للهجرة ولد الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب. الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان أحبهم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات التي فيها أنه نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر حينما كان يخطب، لأنه جاء أحد أبناء فاطمة هو الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، وهو الذي حمله في الصلاة، وهو الذي كان يرش الماء في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك المنازل التي لعلنا سنذكر بعضا منها بإذن الله تعالى. الإمام علي بن أبي طالب كما جاء في بعض الروايات كان مغرما بأن يكنى أبا حرب، واسم حرب العرب كانوا يريدونه ويسمون به أبناءهم، لأنهم كما يقولون يضربون بأبنائهم في نحر أعدائهم، فلذلك لا يعطونهم إلا الأسماء التي تدلل على القوة والبأس. فكان يريد أن يسمى حربا، وكان أيضا كانوا يريدون أن يسمون مرة ونحو ذلك. الإمام علي كان يريد أن يكنى أبا حرب، لذلك حينما رزق الحسن ابن فاطمة سماه حربا مباشرة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم من سميتم ابني، أي ما الاسم الذي أطلقتموه على ابني هذا الذي رزقتم إياه؟ فقال الإمام علي سميته حربا، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن، أي أعرض عن اسم حرب ودعك من اسم حرب وخذ الأسماء التي فيها فال، وسماه صلى الله عليه وسلم الحسن. والأمر نفسه قد تكرر بعد عام في السنة الرابعة التي ولد فيها الحسين ابن فاطمة، أيضا تكرر وسماه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حربا. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى سأله من سميتم ابني، فقال له سميته حربا، فقال له بل هو الحسين، سماه صلى الله عليه وسلم الحسين، ولم يسمي الإمام علي ابنه الثاني أيضا حربا. والسيدة فاطمة قد رزقت ابنا ثالثا، وهذا الابن أنا ما وجدت تاريخا محددا لولادته إلى الآن، لكن على أي حال الإمام علي سماه حربا مرة ثالثة، سمى الابن الثالث حربا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أيضا من سميتم ابني، فقال له سميته حربا، فقال له بل هو محسن. فالحسن والحسين ومحسن، والابن الثالث لفاطمة رضي الله تعالى عنها، فسماهم صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء بنفسه، فالثالث سماهم محسنا، إلا أن محسنا لم يعش طويلا، فقد مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى الإمام علي بعدهم. فكان له هؤلاء الأبناء الثلاثة، وكلهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الحسنة.